بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 42 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، على شرح على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم 14 من شهر رجب الحرام 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتم في هذا المجلس بعون الله الأحاديث الثلاثة الأخيرة أو الأربعة الأخيرة من الباب الذي ابتدأناه في الأسبوع المنصرم، وهو الباب المتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القراءة في الصلاة. ونشرع بعدها أيضا إن وسع المجلس الليل بعون الله تعالى للحديث عن الباب الذي يليه، ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، سائرين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. صلى الله عليه وآله وسلم. هذان حديثان أتى بهما المصنف رحمه الله تعالى معا، وجعل إملاءه على فوائدهما أيضا سويا كما سيأتي في كلامه رحمه الله. حديث جبير رضي الله عنه أفاد أو أثبت قراءة سورة الطور في صلاة المغرب، وحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما أفاد وأثبت قراءة سورة التين والزيتون في صلاة العشاء. وهاتان السورتان من السور التي أخرج الشيخان في الصحيحين إثبات قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، والسور المروية بأسانيد صحيحة في قراءتها في الصلاة ليست كثيرة، يعني تعيين السور بأسمائها والصلوات التي قرأت فيها ليست كثيرة خصوصا في الصلوات المفروضة، وهذان الحديثان منهما. حديث جبير رضي الله عنه، وسيترجم له الشارح رحمه الله، رواه لما كان كافرا بعد غزوة بدر، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. قال: سمعته يقرأ في المغرب بالطور، وكان آنذاك كافرا لم يسلم بعد. ثم روى الحديث بعد إسلامه، وهذا من أشهر الأمثلة التي يذكرها المحدثون في المصطلح لشرط الرواية أن يكون مسلما، فإنه لا يشترط في التحمل الإسلام بل يشترط في الأداء. فجبير تحمل الحديث كافرا ورواه مسلما رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح البخاري لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. يعني مما وقع في قلبه من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات وهذه السورة العظيمة. أما حديث البراء رضي الله عنه ففيه كما سمعتم أنه قرأ سورة التين في صلاة العشاء، ولئلا يقول قائل المفهوم عكس ذلك أن يكون التطويل في العشاء والتقصير في المغرب، لكن الذي ثبت أنه قرأ سورة الطور في المغرب وسورة التين في العشاء، قال لك: كان في سفر
فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وهذه سنة تخفيف القراءة في الصلاة في السفر كما سيشير الشارح رحمه الله. قول البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. أو هنا للشك أو هي للاحتمال أو بمعنى الواو. يقول ابن الملقن رحمه الله: فيها احتمالان، إما أن تكون بمعنى الواو مثل قوله تعالى: فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع آثما وكفورا، فأو تأتي أحيانا بمعنى الواو، وهذا احتمال، بمعنى قوله: فما سمعت أحدا أحسن صوتا وقراءة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا وقراءة عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثاني أن تكون أو للشك، يعني هل كان مستمعا لحسن الصوت خاصة أو لحسن القراءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الفرق؟ قال رحمه الله: فحسن الصوت يرجع إلى طيب النغمة، وحسن القراءة يرجع إلى حسن الأداء. يعني فرق بين القراءة الحسنة يعني المجودة التي تستوفي الأحكام وفيها تمام الأداء، وبين حسن الصوت الذي يكون فيه كما قال طيب النغمة التي تطرب لها الأذن وتنشرح لها النفس. فقوله: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم، على هذين الاحتمالين، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قرشي نوفلي، يكنى أبا محمد ويقال أبو عدي، كان من حكماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب. أسلم فيما قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر، ومات بالمدينة سنة 57 وقيل سنة 59. جبير بن مطعم من سادات قريش، هو وأبوه، بل كان أبوه المطعم بن عدي هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من خروجه إلى الطائف، وقد كانت قريش بلغ بها العداء والمجاهرة بالأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة مبلغا عظيما، فما أجاره إلا المطعم بن عدي والد جبير رضي الله عنه. أما المطعم فمات كافرا لم يسلم، وأما جبير فأسلم كما سمعت، قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر، يعني قبل ذلك بسنة، وحسنت صحبته، فكان مما يضرب به المثل في علمه بالنسب وفي الحكمة وفي الوجاهة بين حكماء قريش وساداتها. قال: كان يؤخذ عنه النسب. قال ابن إسحاق: كان جبير بن مطعم من أنسب قريش والعرب قاطبة، يعني لدرايته بالنسب، وكان يقول: إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر من أنسب العرب، يعني من أعلمها بأنسابها. فجبير بن مطعم روى الحديث هاهنا، ولهذا فإنه كما يعني جاء في الرواية الأخرى في غير الصحيحين فيما يرويه بعض أصحاب السير، إنما جاء ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر بعد الغزوة، وقد أسر من قريش 70 رجلا، وفيهم كبراء قريش، وفيهم نزلت الآية الكريمة في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فكانت المشاورة بين قتلهم أو المن عليهم بالفداء، فمال عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر بالمن عليهم بالفداء إلى آخر ما في القصة. فكان قدوم جبير بن مطعم كما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، قال: فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء في بعض الروايات، فسمعته وهو يقول وقد خرج صوته من المسجد: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال: فكأنما صدع قلبي. وفي رواية في الصحيح قال: فلما بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. وبعض الروايات أيضا في غير الصحيحين عند أصحاب السير قال: فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى بدر، فقال: لو كان الشيخ أبوك حيا فأتانا فيهم شفعناه.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمنا في هؤلاء النتنة لتركناهم له. كان يحفظ عليه الصلاة والسلام لأبيه المطعم بن عدي موقفه في جواره لرسول الله عليه الصلاة والسلام في مرجعه من الطائف، وما زال نبينا عليه الصلاة والسلام في وفائه وكرم أخلاقه مضرب المثل، فذكر هذا في سياق إثبات وفائه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف فيها بعض الحفاظ كتابا مفردا، والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر، والتقصير في المغرب، والتوسط في العصر والعشاء، وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. هذه اختيارات المذاهب بالنظر إلى تعدد الروايات التي ثبت فيها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات، فإنه ثبت في الفجر أنه كان يقرأ من 60 إلى 100، وأنه ربما قرأ وطول في الصبح أكثر من غيرها، وهذا تعددت به الروايات بما يقرر مثل هذا المعنى في تطويل الفجر. وأما الظهر ففيها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه ربما كان يطول الركعة الأولى حتى إن أحدهم لا يخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، فاستدلوا بذلك على تطويل صلاة الظهر أيضا. ودون ذلك العصر والعشاء فإنهما على التوسط، أما المغرب فعلى التقصير. هذا اختيار الشافعية كما قال المصنف، وأخذ به كذلك الحنابلة وغيرهم. أما المالكية فإنها لهم تفصيلا مقاربا في ذلك، فيرون التطويل أيضا في قراءة الصبح ثم الظهر دونها ثم العشاء دون ذلك، ويخفف عندهم الباقي يعني العصر والمغرب. قال الباجي: يطول في الصبح ثم الظهر دونها ثم العشاء دون ذلك ويخفف في الباقي. هذا كما قلت بالنظر إلى تفاوت الروايات. قال المصنف رحمه الله حاكيا قال: وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب، يعني غير الشافعية، وكأنه يشير رحمه الله تعالى إلى طريقة المالكية، يوافق في الصبح يعني على التطويل والمغرب على التقصير، ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. فإذا كانت الشافعية يقررون التطويل في الظهر فغيرهم يراها توسطا، وإذا كانوا يقررون التوسط في العصر فغيرهم يرى التخفيف، وهكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والتقصير في المغرب. وما استمر العمل من الناس يعني تواتر في الأمة هذا العمل حتى تقرر في المذاهب، وربما كان الاتفاق على هذين الفرضين أعني الصبح والمغرب بين المذاهب أكثر من غيرها من الفروض، يعني الاتفاق على التطويل في الصبح والتقصير في المغرب، ولا يعني لا يرتبون على هذا كراهة والاستحبابة، يعني من قصر الصبح لا يحكمون بالكراهة، ومن طول المغرب أيضا لا يحكمون بالكراهة، إنما يقررون المناسبة والأفضلية في هذه الصلوات. وقد تقدم لابن القيم رحمه الله في غير ما موضع تقرير أن التطويل الأصل فيه ثابت في الصلوات، وما ثبت من قراءة سور طوال في المغرب يثبت ذلك، كما ثبت أنه قرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها أيضا بالصافات، وقرأ فيها بالأعراف، وأن التقصير أو الاقتصار في صلاة المغرب على قصار المفصل يعني من سورة الضحى إلى الناس لم يكن ذلك إلا بعد زمن الخلفاء الراشدين، وقرر رحمه الله أن ما ظهر ذلك إلا أيام مروان ابن الحكم. وفيه ورد حديث البخاري لما أنكر عليه زيد بن ثابت في عند النسائي، لما قال لمروان ابن الحكم: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وعند أبي داود لما قيل: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. فثبوت ذلك دل على
مشروعية التطويل وإن كان الغالب عليها القصر. وفي الفجر كذلك ثبت فيها التطويل غالبا وجاز فيه القصر، فقد قرأ فيها بالزلزلة صلى الله عليه وسلم في كلتا الركعتين، فهذا دل على اتساع الأمر. وإنما اختار الفقهاء وما عليه الغالب من الروايات في ثبوت سنية هذه المقادير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والتقصير في المغرب، وما ورد على خلاف ذلك في الأحاديث، فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة. لا يقصد بالعلة التضعيف، يقصد بالعلة السبب أو المناسبة أو الحكمة. فإن ورد ما يخالف تلك الأحاديث، يعني ورد أنه قصر في الصبح، قرأ سورة قصيرة، أو طول في المغرب على خلاف الأصل، فإن ظهرت له علة فيحمل على تلك العلة. نعم. قال: فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة، كما في حديث البراء بن عازب المذكور. أي حديث؟ لو سمعه يقرأ سورة التين في صلاة العشاء، والتين من سور القصار، والعشاء مما يقرأ فيها بالمتوسط من السور. نعم. قال: فإنه ذكر أنه في السفر، فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه. والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها. هذا ثبت لكنه لم يثبت مواظبته، قرأ مرة، أو وردت رواية أنه قرأ في المغرب بسورة الطور وقرأ بسورة الأعراف، فهذا ماذا نستفيد منه؟ قال: الجواز من غير كراهة، يعني لا يكره مثل ذلك لأنه خلاف ما تقرر، كما لا يكره مخالفته لا الإتيان به ولا تركه. قال: كحديث جبير في قراءة الطور وكحديث قراءة الأعراف، يعني أيضا في صلاة المغرب. نعم. قال: وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، لا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها. كلام جميل. يقول: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة نوعان: إما ما ثبت فيه مواظبته، وإما ما لم تثبت مواظبته. كيف نعرف؟ بالصيغة. يعني فرق بين أن يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر بسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. شوف، يقول كان يقرأ، فيدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار والمواظبة. وبين أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، أو سمعته يقرأ بسورة الأعراف. قال: سمعت، ما حكى مواظبة، ولم يروي هذا غيره، ولم نجد روايات سواها. فهذا نوعان، هذان نوعان في الروايات التي تحكي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، كيف نتعامل معها؟ ما لم تكثر مواظبته يدل على الجواز من غير كراهة، وما ثبتت مواظبته دل على استحبابه. طيب، وهل غيره يكون مكروها؟ قال: لا أن غيره مما قرأه يكون مكروها. وفرق فيما سبق بين الحكم باستحباب الشيء وكراهية تركه، بمعنى هل هذه قاعدة؟ كل شيء يكون مستحبا يكون تركه مكروها؟ لا. السواك مستحب، فهل ترك السواك مكروه؟ لا. السنن الرواتب مستحبة، فهل ترك سنة مكروه؟ الجواب لا. فرق بين كون الشيء مستحبا وتركه مكروها كما تقدم منه رحمه الله. هذه الطريقة التي أوجز فيها الشارح رحمه الله، يعني قررها عدد من أهل العلم. ابن الملقن رحمه الله لما تكلم على حديث سورة الطور في المغرب وسورة الأعراف قال: فإما أن يحمل الحديثان على رجحان قراءتهما في المغرب ويقتضيان الاستحباب، وإما على بيان جوازهما.
والذي رجحه المصنف أنها ليست من جنس المواظبة فتفيد الجواز لا غير. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما أورد بعض الروايات قال: ووجه الجمع أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في المغرب أحيانا، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين، وليس في حديث جبير بن مطعم أن ذلك تكرر منه. كيف فهمنا؟ حكاية حال قال: سمعت، فحكاها مرة في قصة حصلت. قال: وأما حديث زيد بن ثابت، أي حديث نقصد؟ سورة الأعراف. قال: وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك، يعني هذا التقصير ليس سنة مطردة. واستدل بماذا؟ أنه سمع سورة الأعراف. قال: لكونه أنكر على مروان المواظبة على قراءة المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكن لم يرد زيد فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وفي حديث أم الفضل وقد حكت أنها سمعت قارئا يقرأ بالمرسلات فقال: ذكرني قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر صلاة. حديث أم الفضل إشعار بأنه كان يقرأ في الصبح بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه، حكت أنها آخر صلاة وقرأ فيها بالمرسلات. قال: وهو مظنة التخفيف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارى. وهذا النوع في الأحاديث قليل، أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. وهذا من أشهر أمثلته حديث جبير، ومن أمثلته أيضا حديث أبي سفيان في الصحيح أيضا لما قدم على هرقل ملك الروم في فترة الهدنة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فلما قدموا على هرقل وعلم أن وفدا من العرب عندهم، وقد بلغ هرقل خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، فاستدعى الوفد وفيهم أبو سفيان ومعه الترجمان والحديث في الصحيح، فسألهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أسئلة: كيف نسبه فيكم؟ وذكر جملة من الأسئلة. فأبو سفيان رضي الله عنه، ما أقول تحمله، هو صاحب القصة، لكنه كان حين نقلها، لا حين تحملها أو حين حضرها، ما كان مسلما، لكنه رواها بعد إسلامه رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. انتهى حديث المصنف أو كلامه عن هذين الحديثين. ويبقى أن حديث البراء رضي الله عنه الذي قال: سمعته يقرأ في صلاة العشاء بسورة والتين والزيتون، أفاد كما تقدم تخفيف القراءة في صلاة السفر كما يقول ابن الملقن رحمه الله، يعني أنه يسن للإمام في صلاة السفر إذا أما صلاة فجر والسنة فيها التطويل أن يخفف، وصلاة عشاء والسنة فيها التوسط أن يخفف. ووجه هذا ما يحتاج إليه المسافر من التخفف أو مما هو فيه من العناء والمشقة، وغالب هذا في السفر إذا كان المسافر على ظهر سير، إن كان راكبا مرتحلا فهو أحوج ما يكون إلى التخفيف، فجاءت هذه السنة مراعاة لهذه المصلحة صلى الله وسلم على نبينا. قال ابن الملقن رحمه الله: وفيه أيضا تحسين الصوت بالقراءة، يعني في السفر تحسين الصوت بالقراءة شاهده قول البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا. يقول ابن الملقن رحمه الله: لأنه إذا حسنها في السفر مع أنه مظنة التعب والمشقة ففي غيره أولى، يعني إذا كان في سفر يقول: ما سمعت أحدا أحسن صوتا، والمسافر فيه وعثاء السفر وفيه التعب وفيه شيء مما لا يغيب عن المسافر، فمع ذلك يقول: ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك، كيف كانت قراءته مقيما حاضرا بأصحابه في المسجد النبوي؟ كانت أجمل وأحسن. قال: فهذا يستفاد منه أيضا تحسين الصوت بالقراءة للإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس:
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. الحديث فيه فوائد فقهية متعددة، أبرزها أو يمكن أن تقول ما سيق الحديث لأجلها فضيلة سورة الإخلاص، وتجدها هكذا في كثير من تراجم الأئمة المحدثين في دواوينهم، أن يجعلوها في فضائل القرآن في سورة الإخلاص خاصة، لأن الحديث ظاهر الدلالة بل سيق لأجل ذلك لبيان فضيلة سورة الإخلاص. لكن من الأحكام الفقهية التي جاء بها المصنف جاء بالحديث لأجله في هذا الباب هو القراءة في الصلاة. فالرجل ماذا قرأ؟ قرأ سورة قل هو الله أحد. ليس هذا فقط بل في كل صلاة، في كل صلاة يختم بقل هو الله أحد. هل يعني يختم كل ركعة أو يختم في آخر ركعة؟ المعنيان محتملان وستأتي الإشارة إليه. يعني يمكن أن يكون يقرأ في كل ركعة مع السورة سورة الإخلاص، ويمكن أن يقصد أنه ختم في آخر ركعة في الصلاة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فدل هذا أيضا على حكم فقهي آخر سوى مسألة قراءة سورة الإخلاص وتحديدها من السور التي يقرأ بها، أنه يجوز الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة في الصلاة أخذا من هذا الحديث. ويبقى السؤال: هل نقول إن قراءة سورة قل هو الله أحد إذا ثبتت مشروعيتها فمن الذي كان يقرأها؟ الرجل إمام السرية كما في هذا الحديث، طيب فكيف يدل على المشروعية فعل صحابي؟ نعم، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله، ها هنا أمران: الأول، هل يستفاد من الحديث استحباب قراءة سورة الإخلاص لبيان الفضيلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مع إقراره؟ الحديث فيه شيئان: لما قالوا له هذا صاحبنا لا يصلي بنا صلاة إلا يختم بقل هو الله أحد، قال: سلوه لأي شيء نصنع ذلك؟ فقال: صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله يحبه. فيه شيئان: أولا إقراره على ما صنع ولم ينكر عليه، فدل على أن الذي فعله صحيح جائز. والأمر الثاني ذكر الفضيلة: أخبروه أن الله يحبه لما صنع. فهل يقال استنباطا من الحديث يستحب أن يختم المصلي صلاته في كل صلاة بقل هو الله أحد؟ هل يقال هذا أخذا من الحديث؟ الإقرار ماذا يفيد؟ الجواز والمشروعية فقط وليس الاستحباب. طيب والفضيلة المذكورة أخبروه أن الله يحبه ليس للقراءة بل لعلة القراءة والحامل على القراءة والدافع للقراءة، قال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فأخبر الرجل بأمر قلبي، قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. فالله يحب من يقرأ سورة الإخلاص؟ الله يحب من يحبه، من أحب الله أحبه الله. فدل الحديث على فضيلة نال بها الرجل رضي الله عنه هذه المنقبة، حب الله له، لا لأنه يقرأ سورة الإخلاص بل لأنه يحب الله عز وجل. فعندئذ نقول كالتالي: لو استدل مستدل بالحديث على جواز سورة قراءة سورة الإخلاص في كل صلاة لكان هذا صحيحا، ولو أراد أن يستدل به على ما فوق ذلك إلى الاستحباب فيقال لا يكون مطلقا، بل يقال إن كان يقرأها مع المعنى الذي أشار إليه الصحابي لكان وجيها في ذكر الاستحباب. الأمر الثاني
الذي تحسن الإشارة إليه، هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها في السرية، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. هل هو أمير السرية أو إمامها أو الأمير هو الإمام؟ هذه كلها محتملات. والسرية واحدة السرايا، الطائفة من الجيش التي يبعثها الإمام قبل دخول دار الحرب، وأقصى ما تكون في السرية من العدد 400 مقاتل، وقد تكون دون ذلك لكن أقصاها 400، فإذا تجاوز ذلك أصبحت كتيبة أو جيشا مستقلا. ولهذا جاء عند أبي داود وأحمد والترمذي خير السرايا 400 رجل. فلما بعثه في السرية حصل هذا، فلما رجعوا من سريتهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. أيضا في الصحيحين حديث أنس في قصة مشابهة، أن رجلا من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح بسورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ، افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. هذا حديث غير ذاك، ذاك في سرية وهذا في مسجد قباء، ذاك يختم وهذا يفتتح، وفي كل ركعة بالنص هكذا. وكان يصنع ذلك، فكلمه أصحابه قالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلته، وإن كرهتم تركتكم. يبحث عن إمام سواي. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. فهذان حديثان وهذان إمامان وهاتان قصتان، والواقعة مختلفة في التفاصيل، متفقة في 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 المقصد، وهي قراءة سورة الإخلاص. قال الأول قال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله يحبه. والثاني قال لأني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. ومن هنا قال العلماء هل هما قصتان أو واحدة، وهل هو رجل واحد إمام واحد أو اثنان؟ والراجح أنهما قصتان وقضيتان لاختلاف الروايات في تفاصيلها. وهذا أيضا يؤكد ما رجحه عدد من المحدثين. قيل في حديث أنس الذي في إمام قباء أن الإمام هو كلثوم ابن الهدم بفتح الهاء وسكون الدال، واعترض عليه بأنه مات في أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل هو قتادة ابن النعمان الظفري صاحب السرية في حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قولها فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ بقل هو الله أحد مع غيرها في كل ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة. إذن إما قولها قوله كان يختم بقل هو الله أحد، إما يختم كل ركعة أو يختم في آخر ركعة. نعم. قال وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا أن يريد الفاتحة معها. ما الأول؟ لا، وعلى الأول قال يحتمل أنه يقرأ معها غيرها في كل ركعة ويختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، فعلى هذا يكون دليلا على ماذا؟ على جواز الجمع بين السورتين في ركعة. قال إلا أن يكون قوله فيختم بها يعني الفاتحة ثم يختم بقل هو الله أحد. هذا الاستدلال وارد لكنه ليس صريحا، والأصرح منه على مسألة جواز الجمع بين السورتين في ركعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الشيخان، لما جاء رجل فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر، لا
لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. هذا لفظ الصحيحين، وعند غيرهما كأبي داود جاء تفصيل السور وتسميتها، كل سورتين في ركعة جاء تسميتها تباعا. فإذا أريد الاستدلال على جواز الجمع بين السورتين في الركعة، فالاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من وجهين. الأول أنه فعله وليس إقرارا منه على فعل غيره. والوجه الثاني، قلنا حديث ابن مسعود أولى في الاستدلال للوجهين، الأول أنه فعله عليه الصلاة والسلام لا إقراره على غيره، والثاني صراحة الدليل. حديث ابن مسعود صريح في الجمع بين السورتين في ركعة، وهذا محتمل، فيختم بقول هو الله أحد، هل يختم كل ركعة أو يختم الصلاة في آخر ركعة؟ احتمال. فالاستدلال على المسألة بحديث ابن مسعود أولى لهذين الوجهين. وفي الحديث أيضا دليل قوله فيختم بقول هو الله أحد، كما يقول ابن الملقن، دليل على جواز لزوم قراءة سورة بعينها، قال خلافا لمن أنكره. يعني لو أن مصليا منفردا أو إماما أحب سورة أو أكثر من قراءتها أو لزمها، لا يكون هذا منكرا ولا مكروها، وهذا الحديث دليل على جوازه. وإن كان المقصود سورة الإخلاص، فالأصل في ذلك استواء سور القرآن من هذه الحيثية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنها صفة الرحمن، يحتمل أن يراد أن فيها ذكر صفة الرحمن. طيب، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، ماذا قال الرجل؟ لأنها صفة الرحمن. فين الصفة في سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد هذا اسم، الله الصمد اسم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين الصفة التي قصدها؟ طيب، ليس في السورة صفات صريحة قصدها، فماذا قصد بقول لأنها صفة الرحمن؟ طيب، وقوله، قال وقوله إنها صفة الرحمن، يحتمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف. نعم، كما قال الحافظ ابن حجر، لأن فيها أسماءه جل وعلا، الله أحد الصمد، ثلاثة أسماء في السورة. قال وأسماؤه مشتقة من صفاته، أو يمكن أن تقول إن الاسم مشتمل على الصفة. قال فيحتمل أن يقول ذلك مستندا إلى شيء سمعه، إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط. وإذا أضفنا إلى ذلك حديث البيهقي لما قال، وقد حسن إسناده، لما جاء اليهود فقالوا يا رسول الله، قالوا صف لنا ربك الذي تعبد، فأنزل الله قل هو الله أحد. وفي غير ذلك من الروايات أنسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد. فعلى هذا يكون مضمون السورة وصفا لله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد، فلعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها. ويحتمل أن يراد به غير ذلك، يعني يحتمل أن قوله إنها صفة الرحمن المقصود أن فيها ذكر صفة الرحمن، وليست السورة كلها صفة الرحمن، لكن فيها ذكر صفة الرحمن، كما إذا ذكر الوصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه وصف. ويحتمل غير ذلك كأنه الدليل على إفراد الله، على وحدانيته، على تعظيم الله جل وعلا، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المصنف: إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد، لأنها خصت باختصاصها بصفات الرب دون غيرها، يعني ليس هناك موضوع آخر في السورة سوى هذا القصد العظيم والموضوع الجليل في تعظيم الله وذكر صفاته المتضمنة في هذه السورة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه،
يحتمل أن يريد لمحبته قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده. وهذا مرتقى عظيم أن ينال الصحابي بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام العظيم، وهو حب الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده. وهذا هو يعني هدف السعاة إلى الله في طريق العبودية، أن ينالوا رضا ربهم، أن يرضى الله عنهم. فإذا رضي الله عنهم كانت سعادة العبد، لكن فوق رضا الله عنك شيء أعظم، أن يحبك الله. فإذا أحبك الله كان هذا منتهى آمال العباد والصالحين والأولياء، أن ينالوا حب الله لهم. والأمر كما قالوا ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن تحب الله. يشاركك في هذا كثير من عباد الله، لكن ما كل من يحب الله يحبه الله إلا من اجتهد ووفق في هذا الطريق العظيم. وكلا الأمرين اجتمعا في قول الحق سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن تحب الله فعليك باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا أردت أن يحبك الله فعليك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أعظم كلمة فاتبعوني وقعت بين قوله إن كنتم تحبون الله وقوله يحببكم الله، فهي هي الواسطة العقد لمن أراد الطريق بشطريه أو بجناحيه، أن ينال حب الله في قلبه وأن ينال محبة الله عز وجل له. بلغنا الله وإياكم مرضاته ومحبته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث جابر وهو الحديث السادس، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فلم يعين فيه في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك. لم يعين في هذه الرواية لأنها مختصرة، اختصرها المصنف وأتى بالقدر المرفوع، وإلا فتمام الرواية في الصحيحين القصة التي مرت معنا في حديث معاذ أنه صلى كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وأنه صلى بهم العشاء يقرأ بالبقرة أو النساء. قال: فانصرف رجل فبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات: لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، إلى آخر الحديث. فأورد المصنف هذه القطعة المرفوعة أنه قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. طيب في أي صلاة كانت؟ العشاء. عرفنا الصلاة ليس من هذه الرواية كما قال المصنف، لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك. طيب ونحن ماذا يفيدنا تحديد الصلاة؟ نعم، ضبط هذه المقادير، لأنه سمى له سورا لتلك الصلاة. فلو كانت فجرا لقلنا السنة في الفجر أن تقرأ بسبح والليل والشمس، وإذا كانت مغرب عشاء ففي ذا تعينت الصلاة، أمكن تحديد المشروع فيها بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ بقومه، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها، وكذلك كل ما ورد عن فيها. في ماذا يعني؟ يعني يمكن أن تقول الآن ليس فقط مما دل على جواز قراءة هذه السور هذا الحديث، لا، يعني لو يمكن أن تقول يستحب للمصلي إماما أو منفردا في العشاء أن يقرأ بهذه السور سبح والليل والشمس، ما وجه الاستحباب؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحثه بصيغة فلولا، يعني هلا حبذا، هذه صيغة استحباب صريحة.
فهذا الإرشاد يدل على استحباب قراءة هذه السور. طيب وقراءة سور سواها جائز، فلو قرأ غيرها جاز، لكن هذه أفضل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها، وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن تفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. يقول: كل ما ورد من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن تفعل، يعني اجمع الروايات فوجدت أنه قرأ تلك السور المحددة بأعيانها، الصافات والمرسلات والطور والأعراف والمؤمنون وسبح والمنافقون والجمعة والإنسان والسجدة في مختلف الصلوات واقتربت وقاف، فما ثبت من هذا قال: اعمل به ولو مرة تكن من أهل الحديث. ولهذا وطن العلماء المحدثون الأئمة أنفسهم على ذلك، أن يجد أحدهم في نفسه الحرص كما يروي الحديث أن يعمل به ولو مرة، ليكون ذلك فيهم صنعة ليست ظاهرية بل حياة يعيشونها. قال: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. ثم ما زالوا يقررون أن هذا من بركة العلم على صاحبه ومن بركة الحديث على راويه وحافظه، أن يكون له اقتباس مما يقف عليه من الرواية، وأن يكون للسنة التي يرويها ويحفظها أن يكون لها أثر في حياته، وإلا فبأي شيء يختلف طالب العلم وصاحب الحديث وحافظ السنة عن غيره؟ ربما كان غيره من المسلمين يجهل تلك السنة أو لا يعرف الحديث، طيب وصاحبنا قد عرف الحديث وحفظه ودرسه وتعلمه ورواه، فإن لم يظهر له أثر في تطبيقه في الحياة كان تقصيرا. قال: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول ابن الملقن رحمه الله وقد نقل كلام ابن دقيق العيد هنا، قال: وكذلك كل ما ورد من هذه القراءة فينبغي أن تفعل. قال: واعترض الفاكهي فقال: في هذا نظر. الكلام الآن لابن الملقن، يقول: واعترض الفاكهي فقال: في هذا نظر، يعني تعقب كلام ابن دقيق العيد. قال: فإنه يقتضي استحباب قراءة الأعراف في المغرب مرة أو الطور ونحو ذلك كما جاء في الحديث. قال: مع استمرار العمل على خلاف ذلك، يعني الذي تقرر عند المسلمين في المساجد وعند الفقهاء في المذاهب خلاف هذا، أن المغرب لا يقرأ فيها بالأعراف وبالطور، ولو أردت أن تطبق هذا الكلام ستؤدي إلى خلاف ما استقر عليه العمل. قال ابن الملقن متعقبا لكلام الفاكهي، قال: قلت: وأي مانع من ذلك؟ وقد بلغني أن الشيخ أو عن الشيخ تقي الدين، يعني بن دقيق العيد، أنه فعل ذلك مرة. ما هو؟ قرأ بهذه السور. قال: وقد فعلته أنا أيضا ولله الحمد. فيرون أن هذا من بركة العلم ومن دوام استمرار السنة في الأمة، فإذا لم يحافظ على السنة أهل العلم ورواة الحديث فمن الذي يحفظها؟ ومن الذي يحييها؟ ومن الذي يعمل بها؟ وهكذا ستجدون في سير الأئمة قدرا كبيرا من هذا الصنيع، أعني العمل بالحديث ولو مرة، وصرحوا بهذا في عبارات متفاوتة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة كان له مواقف عجيبة في الحرص على السنة وتطبيقها، ولهذا شواهد كثيرة، وهكا منها ثلاثة: اشترى رحمه الله جارية وسماها ريحانة على اسم مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يتشبه، لا أحد يقول إن تسمية الجارية بريحانة سنة من السنن، لا، هو يحب أن يتشبه في حياته بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان اسم جاريته ريحانة سيناديها: يا ريحانة تعالي، يا ريحانة خذي، يا ريحانة اذهبي، فيكون في حياته شيء شبيه بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. والثانية: احتجم رحمه الله وأعطى الحجام دينارا فاستكثر عليه، والدينار 4 جرام ذهب وزيادة، وهذا غالي، وأجرة الحجامين كالحلاق ونحوه دون ذلك بكثير،
فلما استكثر ذكر رحمه الله ما حمله على ذلك بقوله: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا. هل يقال إن إعطاء الحجام الدينار أجرة سنة من السنن؟ لا، ليس سنة، لكن هو اعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهله، ثبت عنده شيء فوجد في حياته موقفا يسعه أن يفعل فيه مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل. وأما الثالثة فأعجب من هذين كليهما، وهو قصته رحمه الله تعالى في المحنة بالقول بخلق القرآن، لما اشتد القول به وامتحن الأئمة فسجن من سجن وأوذي من أوذي. والإمام أحمد رحمه الله كان في بداية أمره فاشتد إيذاء الأئمة، فانتقل رحمه الله عند تلميذ من تلامذته وهو أبو بكر بن هانئ، فاختبأ عنده في داره ابتعادا عن الرصد والطلب والبحث والاستدعاء. فلما مضت عليه 3 أيام قال لتلميذه أبي بكر: ابغني موضعا أنتقل إليه، فإن فعلت أفدتك. وخاف عليه تلميذه أن التتبع الشديد والبحث عنه قد يفضي إلى القبض عليه وإلى حصول الأذى له، فعرض عليه أن يبقى عنده طالما كان في أمان، فأصر الإمام أحمد رحمه الله. فما كان من التلميذ إلا أن نزل عند رغبة شيخه فابتغى له مكانا وأمنه له فنقله إليه، ثم طلب الفائدة التي وعده بها. فذكر له الإمام أحمد رحمه الله قصة رسول الله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأنه كمن في غار ثور 3 ثم ارتحل. وهذا شيء عجيب جدا في وقت محنة وكربة وشدة وبلاء، هذا موضع يسعك فيه التفكير أن تطبق شيئا تقول هذا سنة، وهو ليس سنة بمعنى السنة المستحب فعلها، لكنها النفوس الكبار التي توطنت على تعظيم السنة وإجلالها وحمل النفوس على أن تعيش حياتها أوسع ما تكون شبهت بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أحمد وقد حكى لتلميذه السبب الذي بعثه على طلب الانتقال من مكانه ذلك، وهو قصة الهجرة، قال جملة والله تكتب بماء الذهب، قال: وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. موقف شدة ومحنة وبلاء، هذا موضع ما يتخلى فيه صاحب السنة يعني السنة. فرحم الله الإمام أحمد وسائر الأئمة وألحقنا وإياكم بسبيلهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب العاشر يا كرام، ونختم به مجلسنا الليلة، وفيه حديث واحد وهو من أبواب كتاب الصلاة، والمقصود ترك الجهر بالبسملة أين؟ في الصلاة، في قراءة الفاتحة. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث برواياته الثلاثة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى أراد بها الاستدلال على هذا العنوان: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. سيأتيك الآن أن مذاهب الفقهاء 3: الأول الجهر بالبسملة وهو مذهب الشافعي، الثاني قراءة البسملة سرا لا جهرا وهو مذهب الحنفية والحنابلة، الثالث عدم قراءة البسملة أصلا لا سرا ولا جهرا وهو مذهب المالكية. قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأورد فيه 3 روايات:
تأمل الفرق بينها لتعرف كيفية الاستدلال. الرواية الأولى أن أنسا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني إيش يعني يفتتحون الصلاة؟ ليست الصلاة بل القراءة في الصلاة. ليش؟ لأنه الصلاة إنما تفتتح بالتكبير، تكبيرة الإحرام، فقوله يفتتحون الصلاة يعني القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الرواية الثانية قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان. طيب هو يحكي سنة أو يحكي فعل الخلفاء؟ نعم هو يحكي فعل الخلفاء لأن فعلهم سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ليس هذا فقط، يقرر أمرا ثبتت سنيته والعمل بهذه السنة عند الخلفاء على التعاقب. ذكر الثلاثة الخلفاء، قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية الثالثة تفرد بها مسلم، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هذه أوسع. الرواية الأولى نسبة الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، والثانية الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، الثالثة جمعت النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان. قال فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. طيب قال لا يذكرون بسم الله، لا يذكرون أو لا يجهرون، يعني ممكن ذكرها سرا، أو لا يذكرون يعني لا يقرؤون. ولهذا قال ابن الملقن الرواية الثالثة لا تناسب ما ترجمه المصنف للباب فتأمله، لأنه قال لا يذكرون، يعني هو ظاهر في قوله لا يقرؤون البسملة، فهي ربما يستدل بها لمذهب المالكية أقرب. واستدل بها أيضا من لا يرى البسملة من الفاتحة، لا يعدها آية من الفاتحة، وفيها خلاف مر بعضه فيما سبق. هذه ثلاث روايات أراد بها المصنف رحمه الله الكلام على هذه المسألة، وهي الجهر أو الإسرار أو عدم قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة. انتبه فقط إلى فائدة، ذكر أنس رضي الله عنه لصنيع الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان له فائدتان كما قلت. الأولى إثبات سنية هذا الفعل والصنيع الذي تتابع الخلفاء الراشدون على فعله، ماشي؟ وهذه السنية التي تتابع الخلفاء عليها كانت إمامة بالصحابة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعل كهذا لن ينسب إلى أشخاص هؤلاء الخلفاء، فعل لو كانت السنة خلافه لما أقرهم من يصلي خلفهم، ولكان نقاش أو سؤال، لكن هذا لم يحصل، فهو أشبه بحكاية الإجماع السكوتي، فعلوا شيئا على مسمع ومرأى الصحابة فكان ذلك توافقا وإقرارا وسكوتا. هذه فائدة. والفائدة الثانية وهي في صلب النقاش الفقهي في المسألة عند الفقهاء، أنس رضي الله عنه كم كان عمره يوم ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب لا تعطيني عمرا دقيقا، هل كان من صغار الصحابة أو كبارهم؟ صغير، من صغار الصحابة رضي الله عنه. إيش معنى هذا؟ يعني يغلب على الظن أنه لم يكن يصلي في الصف الأول خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما؟ لصغر سنه. والسنة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأنس رضي الله عنه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من أولي الأحلام والنهى، نعم خادم وقريب ورجل، يعني صحابي في عداد أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة قربه منه، لكن أن تنسب إليه الصلاة خلفه، ما علاقة هذه القضية؟ لأنه قيل في النقاش الفقهي عدم سماع أنس للبسملة لا يدل على عدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأنه ليس قريبا منه، فربما كان في صفوف متأخرة أو في أطراف الصف فما سمع الجهر بالبسملة فحكى ما سمع ولم يخطئ،
لكنه نقل ما روى. هذا الاحتمال يضعفه ذكر الخلفاء في الرواية. ليش؟ لأنه قد كبر، و25 سنة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ليست قليلة. خلافة عثمان كم سنة؟ خلافة أبي بكر 2 سنين، خلافة عمر 10، هذه 12 سنة، وخلافة عثمان رضي الله عنه 13 سنة، هذه 25 سنة. فكونه يقول أنا صليت خلفهم 25 سنة، أيقال ذلك القول نفسه؟ لعل أنس لم يكن في الصف الأول ولم يسمع البسملة، فإثباتها كان فيها أيضا هذه الدلالة التي أشار إليها الفقهاء رحم الله الجميع. فالحديث في كل حال اختلفت ألفاظه، في بعضها كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهي رواية الأكثر عن أنس، وفي بعضها لم أسمع منهم أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهي رواية عند مسلم، وفي رواية يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، رواية أخرى عند مسلم، وفي رواية عند أحمد في المسند لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أصرح في مسألة الفقهاء هل يجهر بها أو لا يجهر. وكذلك أيضا عند مالك في الموطأ صليت خلف أبي بكر وعمر فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الدارقطني كان ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وعند ابن خزيمة كانوا يسرون بها، وعند النسائي فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فألفاظ متعددة لحديث أنس رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما قوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقد تقدم الكلام في مثله، وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة، يعني دون أن تربط دلالة الحديث بالبسملة إثباتا ولا نفيا. كان حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طيب، هل هذا يدل على نفي البسملة؟ من يرى الجهر بالبسملة كالشافعية تأولوا الحديث، فماذا قالوا؟ لا، قالوا هو يقصد السورة التي يبدأ بها القراءة. ودليل هذا التأويل أو دليل هذا التفسير لقولها رضي الله عنها أنه بعدما يكبر ما كان يبتدئ بالفاتحة، ولكن كان يقرأ دعاء الاستفتاح، والسكوت كان يقرأ فيه ذلك، فدل ذلك على أنه يفتتح القراءة بالحمد لله، خصوصا على رواية الخفض كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أنه يبتدئ بالفاتحة قبل سورة سواها. ليس المقصود سورة الفاتحة ليبدأ بالبسملة أو بغيرها، إنما أرادت سورة الفاتحة كان يفتتح بالحمد لله، يعني بسورة الفاتحة وليست الآية الأولى منها. قال رحمه الله: تأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة، يعني دون دلالة ذلك بالبسملة إثباتا ولا نفيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. من أين؟ صريح، لا كانوا لا يذكرون، يفتتحون الصلاة بالحمد لله لما أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله، لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها. نعم. والعلماء في ذلك على 3 مذاهب: أحدها تركها سرا وجهرا وهو مذهب مالك، الثاني قراءتها سرا لا جهرا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، الثالث الجهر بها في الجهرية وهو مذهب الشافعي رحمهم الله أجمعين. قال ابن الملقن رحمه الله عن المذهب الثالث، وابن الملقن شافعي، قال: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والقراء، كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. نعم. الآن إلى آخر شرحه للحديث يبين لك طريقة الاستدلال لكل مذهب من 3، وكل مذهب كيف تعامل مع هذا الحديث. هذا المقصود يا كرام، قلناه مرارا في الدرس، ليس الدرس مجلسا فقهيا يراد به ترجيح قول على قول ولا مذهب على مذهب. الدرس هو بيان طريقة تعامل الفقهاء مع النصوص، تعلم
طريقتهم في الصنعة الفقهية، كيف توظف أدوات علم الأصول على النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام منها، كيف يكون الدليل الواحد محتملا لأكثر من طريقة في الاستدلال يذهب إليها الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر. هذا مذهب من؟ حنفية وأحمد. أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. المتيقن من هذا الحديث عدم الجهر. ليش جعل هذا هو اليقين؟ لصريح الرواية، كانوا يفتتحون بالحمد لله، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله، كانوا يفتتحون بالحمد لله لا يذكرون بسم الله، فالمتيقن ترك الجهر. طيب هل يقال يفهم أيضا من الحديث عدم قراءة البسملة، ترك البسملة؟ هذا محتمل، لكن القدر اليقيني ترك الجهر. نعم. قال: وأما الترك أصلا فمحتمل. ترك إيش؟ ترك البسملة، يعني لا سرا ولا جهرا. قال: وأما الترك أصلا فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ، وهو قوله لا يذكرون. ولهذا قال ابن الملقن: هذه الرواية الثالثة لا تناسب ترجمة المصنف. المصنف يقول ترك الجهر، والرواية يقول لا يذكرون. لا يذكرون يعني لا يقرؤون، فهي آكد في ترك القراءة أصلا كما قال رحمه الله. نعم. قال: وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر. طيب الآن انتقال لطريقة الشافعية في الاستدلال على الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. قال: وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر، وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث. باب الجهر يعني في الصلاة بالبسملة. قال: وكثير منها أو الأكثر معتل، وبعضها جيد الإسناد، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة، وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية. نعم. وكما قال يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الألفاظ والروايات الواردة فيه صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، لم يجتمع في تلك الروايات التي فيها الجهر بالبسملة، لم يجتمع فيها الوصفان الصحة والصراحة، إما أن تكون أحاديث صحيحة غير صريحة أنها في الصلاة، صحيحة أنه كان يقرأ كذا، أو أنها في صلاة النافلة في قيام الليل وكان يجهر بدعاء الاستفتاح والبسملة والقراءة جميعها، فإما أن تكون صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة أنه كان يقرأ بسم الله في الفاتحة في صلاة الفرض في الجهرية، فتلك أيضا أحاديث معلولة لا يصح منها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله المجمري أنه قال: كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، ثم قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو عند النسائي في السنن. قال: من صحيح هذه الروايات التي يستدل بها على الجهر بالبسملة عند الشافعية حديث أبي هريرة. ما وجه الدلالة فيه؟ أنه فعل ذلك وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن كان هذا رواية صحيحة فلماذا هو غير صريح؟ نعم، لأنه يحتمل أن تجعل قوله إني لأشبهكم صلاة يعني أنه ليس في كل ما فعل فيها بل في معظم أفعالها وأقوالها، قال أنا أشبهكم صلاة، يعني مجموع صلاته أكثر شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول هذا الحديث ليس صريحا، يعني ليس قاطعا في الدلالة
كحديث أنس يقول ما سمعت لا يذكرون يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقريب من هذا في الدلالة والصحة صلاة المعتمر بن سليمان، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها. كيف بعدها؟ للسورة التالية. نعم. ويقول: ما آل أن أقتدي بصلاة أبي. ما آل يعني لا أقصر. نعم. وقال أبي: ما آل أن أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس: ما آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات أيضا، والحديث كذلك في قريب من حديث أبي هريرة، وإن كان قريبا منه في الصحة. قال: وفي الدلالة، يعني ليس صريحا لقوله ما آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر أن هذا تتمة دليل الشافعية. الآن إيش يقولون؟ عندنا روايات كثيرة، قال حتى أفرد بعضهم تلك الروايات في أجزاء حديثية يجمعون فيها الروايات التي فيها الجهر بالبسملة، إلا أنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى بعضها كثير منها أو الأكثر معتل، وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح بالقراءة في الفرض أو في الصلاة، وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة إلا أنه ليس بصريح في الدلالة على خصوص التسمية، كأنه يقول مثلا سمعت فجهر بالفاتحة. طيب كيف غير صريح؟ يعتبر البسملة من الفاتحة، فإذا وجدت نصا يصرح بالفاتحة فالبسملة منها، فيقول غير صريح بخصوص التسمية. فلما كان هذا كذلك، طيب جمعوا هذه الروايات، والآن عليهم أن يجمعوا بينها وبين حديث أنس. أنس ينفي، فعندهم روايات تثبت الجهر بالبسملة وحديث أنس ينفيه. نعم. وإذا ثبت شيء من ذلك، قال: وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر أنهم يقدمون الإثبات على النفي. نعم، يقولون هذا مثبت وهذا نافي، وإذا تعارض قدم الإثبات على النفي. نعم. ويحملون حديث أنس على عدم السماع، وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبته. إيش يعني على عدم السماع؟ نعم، أن أنس رضي الله عنه لم يكن قريبا، فربما فاته سماع ذلك، وعدم سماعه لا يدل على عدم جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك كما تقدم أنه يضعف هذا الجواب كما قال المصنف بعد مع طول مدة صحبته، فإذا أضفت استشهاده رضي الله عنه بصلاته خلف أبي بكر وعمر وعثمان نحو من 25 سنة، كان هذا أبعد وأضعف في الجواب الذي قرره رحمه الله تعالى. طبعا ليس هذا وحده، المسألة طويلة الذيل في الاستدلال للشافعية بالجهر، وفي دليل الجمهور أيضا في عدم الجهر، وهي طويلة الذيل حتى أفردت برسائل كرسالة الحافظ الإمام أبي عمر بن عبد البر، الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في الفاتحة أو في الجهر بالبسملة في الفاتحة من الخلاف، وهو نقاش حديثي فقهي حافل، وابن عبد البر رحمه الله مالكي، فرجح مذهب الإمام مالك في عدم في ترك البسملة رأسا، واستند إلى أن حتى رواية أنس هذه التي يستدل بها الحنابلة والحنفية على قراءة البسملة سرا أو على طريقة الشافعية، قرر رحمه الله أن تعدد روايات أنس في الصحيحين وغيرها تدل على الاضطراب فيها، فضعف ذلك وأيد ذلك بما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال كبرت ونسيت. وقد أخرج أحمد بن خزيمة في صحيحه والدارقطني بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال إنك لا تسألني عن شيء لا أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك. فجعلوا هذا موقفا للاستدلال برواية أنس، يقول هو يقول إني نسيت، لكن هذا أيضا لم يكن قادحا
في ترك الرواية الصحيحة التي اتفق الشيخان على إخراجها احتكاما إلى قاعدة مقررة عند الأصوليين في الأصول وعند المحدثين في المصطلح، وهو أنه متى ضعفت رواية الراوي أو حفظه أو نسي شيئا مما رواه فإن ذلك ليس قدحا في روايته التي ثبتت عنه وليس إضعافا لها، غاية ما في الأمر أنه نسي أو فاته ما كان قد رواه. فعلى كل حال النقاش طويل الذيل في المسألة، والشافعية لا يرون أن الاستدلال بالجهر بالبسملة مقتصر على هذا، بل يقال روي عن ستة من الصحابة: أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي وسمرة بن جندب وأبو شامة المقدسي. الشافعي ذكر أن عدد الصحابة الذين يجتمع في روايتهم الجهر بالبسملة 21، قال: فمنهم من صرح ومنهم من فهم من عبارته. ولو سبرت كل تلك الروايات الستة أو الإحدى وعشرين لآل الأمر إلى خلاصة ما قرره الشارح رحمه الله وما ذكره ابن القيم، إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. نعم. قال: وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة. انتقل أخيرا دليل المالكية في ماذا؟ ترك البسملة. ترك البسملة أصلا. نعم. قال: والمتيقن من ذلك كما وأيد المالكية. وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة. إذن استناد مذهب الإمام مالك رحمه الله في قولهم عدم قراءة البسملة هو الاستدلال بالدليل الذي تفرد به المالكية في الوصول، عمل أهل المدينة. وجدوا ذلك متوارثا في المساجد وأئمتهم، أخذا عن أبناء الصحابة وأحفادهم، وهذا العمل المتصل عندهم قوي في الدلالة، وهو أقوى من حديث يرويه صحابي ويرويه عنه آحاد وأفراد، فهذا أقوى عندهم في الدلالة بالطريقة التي تقدم فيها مرارا شرح دليل العمل أو الاحتجاج بعمل أهل المدينة عند المالكية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة، والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث ترك الجهر إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقا. نعم. فإذا لم نجد دليلا صريحا على الترك مطلقا فإنه يحتاج إلى إثبات لتقرر به الأمر. وختام ذلك في مسألة الجهر بالبسملة أو الإصرار بها، يبقى خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى معتبرا، وحسبنا في مثل هذا الحديث في هذا الباب أن ندرك مآخذ الفقهاء رحمة الله عليهم، وأن نطلع على بعد أنظارهم وسعة أفهامهم في التعامل مع النصوص لإثبات كل مذهب وقوله الذي صار إليه. ومن حيث الترجيح المطلق فلعل ما ذكره بعض الأئمة المحققين كابن القيم رحمه الله أقرب إلى جمع تلك الروايات والجمع أيضا بين المذاهب والأقوال، فإنه قرر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة تارة ويخفيها تارة، ثم ذكر أنه لا ريب أنك لا تستطيع أن تجزم بأنه كان يجهر بالبسملة دائما كل يوم وليلة ست مرات. لماذا ست مرات؟ عدد الركعات الجهرية ركعتين فجر وركعتين مغرب وركعتين عشاء. لا يمكن أن تجزم بأنه كان يجهر بالبسملة ست مرات كل يوم وليلة ثم لا تظفر برواية صريحة صحيحة واحدة تحكي ذلك عن شيء يتكرر كل يوم ست مرات. فهذا أيضا لا يضعف لا يبطل القول بالجهر، لكن التوسط فيه إنصاف، فلذلك يكون الإثبات ذلك في مجمله صحيح، والجهر أحيانا والترك أحيانا، وإن كان الترك أكثر في العمل فإثبات هذا سنة وإثبات هذا سنة ولا يرد بقول على قول. ويذكر أيضا أن الإمام الدارقطني رحمه الله وقد أخرج في سننه عدة أحاديث للجهر بالبسملة، والدارقطني شافعي ولم يجري على عادته في سننه، وسنن الدارقطني هي من أجل المواضع الأحاديث التي فيها استناد الفقهاء، يعني سنن الدارقطني أحد المراجع الفقهية لأحاديث الأحكام، ويعقب الأحاديث بذكر عللها
فلذلك عد سنن الدارقطني من أهم المراجع في الأحاديث الفقهية التي لا يستغني عنها الفقهاء مع بيان عللها. فلما جاء إلى هذا الباب وأورد الأحاديث المتعلقة بالجهر بالبسملة لم يتكلم عن ضعف رجالها كعادته في الكتاب، ثم ذكر بعدما سردها أنه استقل بتأليف في الجهر بالبسملة، وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بها. ويذكر أيضا عن الدارقطني كما يقول ابن تيمية رحمه الله: روينا عن الدارقطني أنه قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر حديث. والدارقطني إمام ومحدث، وكونه شافعي المذهب ويقرر أن ذلك أيضا ليس ثابتا، آكدوا في الصنعة الحديثية في إثبات ما قرره الأئمة المحققون. ويذكر أيضا عن الدارقطني كما نقله ابن الهمام أنه صنف بمصر كتابا في الجهر بالبسملة، يعني على مذهب الشافعي رحمه الله. قال: فرآه بعض المالكية فأقسم عليه بشأن معرفة الصحيح من الحديث، فأخبر أنه لم يصح في الجهر بها حديث، إنما جمعها على الطريقة المحدثين في جمع الروايات وسبرها وإيراد طرقها على جهة الحصر والاستقراء. تم كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبه تم عاشر أبواب كتاب الصلاة، سائلين الله له الرحمة والمغفرة والرضوان، ولنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.